بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. مساء الخير عليكم مشاهدينا ومشاهدي الحدث اليوم، واهلا بكم في حلقه جديده من خط احمر ومعكم محمد موسى. هبدا حلقتي النهارده بالكلام عن المجازر الغير ادميه اللي بيرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا العربي الفلسطيني. الفيديو اللي هتشوفوه معايا ده هو عبارة عن رسالة لكل أصحاب الضمائر في العالم. هذه الرسالة الحقيقة بتجسد كل معاني الإبادة الجماعية اللي بيمارسها وبينفذها هذا الاحتلال المجرم. شايفين الصورة اللي قدامنا دي؟ الفيديو ده أنا مش هطلع الصوت طبعا. الفيديو ده هو عبارة عن صورة من صور المجازر الوحشية اللي انتوا شايفينه أمامنا على الشاشة ده، ليس إلا يا عالم يلا برا ركزوا معايا كلكم، لأن هذه الصور تؤلم. هذه الطفلة التي أمامنا الفيديو بتاعها ده ليس إلا صورة من صور المجازر الوحشية اللي بيرتكبها هذا الاحتلال المجرم بحق أطفال فلسطين المحتلة. الصورة اللي قدامنا دي عبارة عن بروفة للاعتداءات المجرمة اللي بيمارسها هذا الاحتلال المجرم اللي بيقوده مجرم الحرب نتنياهو. وكل ده بيحصل وأذان العالم صماء وأفواههم خرساء، الجميع يقف موقف المتفرج، بل إن القوى العظمى بكل بقاع الأرض هذه الصورة لم تحركها، بل أنها تدعم هذا الإجرام. إنما يحدث في الأراضي الفلسطينية، والله بقوله وهو تحذير وتنبيه، ورئيس الجمهورية الرئيس السيسي نبه عنه، إذا لم يتم احتواء ذلك سيجر الشرق الأوسط وستجر المنطقة العربية لانفجار لن يحمد عقباه. رسالة لكل الناس. ورغم ده صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية هو درس لكل العالم. مفاد هذا الدرس وعنوانه هو لن نترك الأرض ولن تصفى القضية الفلسطينية مهما حدث. وعايز أفكر الكل، هذا ما نبه له تكرارا ومرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل الدولية وفي كل المناسبات، لكن هم عمي، هم ما بيشوفوش ما بيفكروش. كل ما يعنيهم هذا الاحتلال المجرم. هولوكوست قلتها هنا، كنت أول واحد يقول هذا المصطلح في أكتوبر العام الماضي، يعني من سنة فاتت. خلاص احنا قدامنا 14 يوم يبقى مر سنة كاملة على هذا الإجرام الإسرائيلي. مجازر الهولوكوست اللي بيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقيادة النازي نتنياهو هذا المجرم لن يغفرها التاريخ ولن يغفلها التاريخ. طيب كل الموضوع عبارة عن تصريحات، الحقيقة تصريحات من الدول العظمى، من أمريكا، من بريطانيا، من فرنسا، من الجميع. تعالوا شوف كل ده بيحصل ونسمع كلام رنان بيطلع من وزراء خارجياتهم، وشوفوا الخارجية الأمريكية بتقول إيه. بيقولوا إن الولايات المتحدة بتعمل مع حلفائها لوقف أي تهديدات في المنطقة. ده مش كلامي، ده كلام ماسيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اللي بيقول إن الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل مع حلفائها لوقف أي تهديدات في المنطقة. وقال إن جولة بلينكن بمنطقة الشرق الأوسط كانت بتستهدف العمل على وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ومن مصلحة الجميع، واخدين بالكم، من مصلحة الجميع وقف إطلاق النار بقطاع غزة لإعادة، خدوا بالكم، وقف إطلاق النار لإيه؟ لإعادة المحتجزين وتهدئة التوترات حول الخط الأزرق. أزرق في عينك. أه والله أزرق في عينيكم.
خلينا نستقبل الدكتور ايمن رغب استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس المحتله والقياده بحركه فتح الفلسطينيه. يا دكتور مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا محمد، تحيه لك ولكل مشاهدينك ومتابعينك الكرام. كل التحيه وكل التقدير لشعبنا العربي الفلسطيني الصامد الابي، اهلا بيك. اهلا بك. انا عرضت فيديو الحقيقه من شويه لطفله فلسطينيه، البنت تقريبا محروقه، ورغم كل هذه الصور لن يحرك هذا العالم ساكنا، لن يعني لم تهتز هذه الضمائر ولولو لحظة، وكل ما نراه هو تصريحات للاستهلاك الدولي ومسكنات لفتح الوقت والمساحات لهذا المغرم نتنياهو للتنكيل بالشعب العربي الفلسطيني كل يوم أكثر من اليوم الذي سبقه. دكتور أيمن، النهاردة الخارجية الأمريكية بيقولوا إن هم بيسعوا يعني بكل جهدهم علشان يعني يوقفوا الحرب عشان يعيدوا المحتجزين ويوقفوا التهديدات اللي في المنطقة. هنا لغة الحوار اتغيرت، الجميع اللي يتحدث الآن عن التهديدات اللي في المنطقة. اتفضل يا فندم. يعني أخ محمد، من يشهد الاحتلال الذي يبطش يمينا وشمالا، ورأينا اليوم يقصف في عمق بيروت أكثر مرة ويغتال قيادات سياسية ولا يأبه بصراحة بحرب شمال، وأنا أتحدث أنا ناطق باسم جيش الاحتلال، له لا يأبه، أنا الاحتلال لا يأبه بحرب شمال. هذا الاحتلال الذي كان يبكي في 7 أكتوبر أصبح لديه الأنياب الآن، لولا الناتو والقوى العظمى التي نتحدث عنها تحمي هذا الاحتلال وتدعمه، لما رأينا هذا البطش الذي يقوم به. مشهد أطفال فلسطين الذين يقتلون اليوم أخي محمد، 41 ألف شهيد في فلسطين جلهم من النساء والأطفال. من رأى طبعا كيف يلقي الاحتلال أيضا الشهداء من على المنازل في قباطية في الضفة الغربية، هذا مشهد يعطي دلالة على تخلي هذا الاحتلال من كل الإنسانية، هو الحيوانات الوحشية التي كان يصف الفلسطينيين بها. هذه مشاهد بصراحة تعطيك حالة عجز مجتمع دولي، المجتمع الدولي الذي صوت بالأمس 124 دولة مع انسحاب الاحتلال من أراضي الدولة الفلسطينية، لا يوجد له أنياب للضغط على هذا الاحتلال الذي يمارس كل هذا الأمر، وكأننا بالفعل في طبعا غابة وحوش وفقط البلطجية هم أصحاب اليد العليا، بلطجة الاحتلال الإسرائيلي هو طبعا صاحب اليد العليا. حتى القول أن الأمريكان يريد أن يصلوا إلى صفقة رزمة واحدة، الاحتلال الإسرائيلي واضح أنه لا يريد لا رزمة واحدة ولا أن يوقف هذه الحرب، هو يريد أن يستمر الحرب. أخي محمد، نتنياهو يريد أن يحتفل في 7 أكتوبر بأنه قتل 50 ألف فلسطيني مقابل 1000 إسرائيلي قتلوا في 7 أكتوبر، يريد أن يستمر في الدماء، وخاصة أن أصلاعة الرأي حتى التي أجريت اليوم تعطي تقدم لنتنياهو بشكل كبير جدا بعد كل هذه الجرائم. إذن هذه الجرائم تعتبر بمثابة طبعا أسهم ترفع نتنياهو إلى الأعلى، كلما قتل أكثر كلما ارتفعت أسهم حزب الليكود الذي يقود نتنياهو يرجع للصدارة بعد كل هذه الدماء. إذن هذا مجتمع دموي وكل قياداته وهذا الشعب بنفسه هو شعب دموي، والعالم يصمت أخي محمد ويعجز عن كل قرار واحد. أنا سأعود فقط بالذاكرة إلى ما حدث عندما اجتاح العراق الكويت، كيف صحيح. صدرت في أقل من أسبوع 10 قرارات من مجلس الأمن تحت البند السابع. اليوم نتحدث عن سنة تقريبا على هذه الحرب وعلى الإبادة الجماعية، لم يصدر قرار واحد تحت الفصل السابع، وللمشاهدين الفصل السابع ولن يصدر يا دكتور الحرب. أيمن، خلينا متفقين أن حتى مجلس الأمن هو مجلس موجه، وقرار الفيتو بالدرج كما يقال يعني يخرج عند اللزوم من الأمريكان. بالضبط أخي محمد، إذن ما يقول الأمريكان هو خديعة شديدة، والأمريكان هم الذين دعموا هذا الاحتلال بغض النظر أن تأتي كاميلا هيرس، يأتي ترامب، وحتى يأتي رئيس الحزب الخضر، كلهم الجميع واجهين لعملة واحدة يعني. بالضبط، للأسف الشديد، ونحن ضحايا في ظل عجز بالتأكيد عربي وفلسطيني كبير جدا. الحقيقة اللي بيحكم المؤسسات الأمريكية هي الصهيونية العالمية يعني، للأسف الشديد، وهلا ربطوا العالم بمصالحهم، ومصالحهم تجعل العالم للأسف راكعا خاشعا غير قادر للتصدي لكل هذه الهمجية التي تم. تذكر يعني كلامي ده يا دكتور أيمن، لن يستمر ذلك، وسترى يعني بجد أنا بقول لك أهو، إحساسي بيقول لي أهو تغير كامل في الحقيقة الخريطة العالمية الفترة القادمة، لأن هذه الانفجارات في كل أنحاء العالم تنظر وتنبئ بذلك يعني. نأمل أن ننتهي عملية الهيمنة الصهيونية العالمية على كل مجريات الأحداث في العالم، لأنه آن الأوان لأن يفيق العالم من كل ذلك، ويفيق لأنه آن الأوان ليكون هناك انتصار للإنسانية ولو جزئي بصراحة. أما الوضع على أن يستمر
أعتقد أن هذا خارج عن الطبيعة. صحيح أننا نقول أن الأرض تتجهز لحدث كبير، لن يكون هذا الإرهاب والعربدة تستمر الأرض في ظل كل هذه الأمور. بالتأكيد ستأتي لحظة حاسمة. نحن أيضا أخي محمد نتمنى أن تأتي وأن تكون نبوءتك في هذا الأمر حديث، طبعا أمر يتحقق ضاق بنا بصراحة. أشكرك، أشكرك جدا الدكتور أيمن الرجب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المحتلة والقيادة بحركة فتح الفلسطينية. طيب إحنا مش هنروح بعيد عن موضوع فلسطين، هنروح نشوف وزير الخارجية المصري اللي بيبحث مع أعضاء الكونجرس استمرار جهود مصر في العمل على التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، دكتور بدر، السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقد لقاء مع كل من السيناتور الديمقراطي ديك ديربيان محفز الأغلبية الديمقراطية وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، وأيضا السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي نائب محفز الأغلبية الديمقراطية، زي زعيم الأغلبية عندنا يعني، زي الأستاذ عبد الهادي القصبي كده بمجلس الشيوخ، والتقى مع السيناتور الديمقراطي جاك ريد رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، وده كان خلال زيارة السيد السفير الدكتور بدر عبد العاطي لواشنطن. وأضاف السفير خلاف أن وزير الخارجية أكد على استمرار جهود مصر في العمل على التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يسهم في استعادة الاستقرار في المنطقة شديدة الاضطراب. ده مهم جدا. كمان سيادة الوزير بدر عبد العاطي حرص على استعراض الدور الذي تطالع به مصر للتعامل مع الأزمات في السودان وفي ليبيا، بالإضافة إلى شرح محددات موقف مصر من الصومال اللي بيرتكز على دعم جهود السلطة المركزية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. خلونا استقبل الأستاذ الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. يا دكتور مساء الخير عليك. مساء الخير عليك وعلى مشاهديك، أهلا وسهلا. أهلا بيك وكل التحية. الملفات عديدة ناقشها السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري مع مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي، ولقاءات عديدة وكلها تصب في عدة ملفات، أولها وفي القلب منها وفي المقدمة الملف الفلسطيني وإيقاف إطلاق النار أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ثم بقى الملف الليبي والملف السوداني والملف ايضا الصومالي. اتفضل فندم. يعني بالتاكيد زيارات متبادله، وزير الخارجيه الامريكي بلينكن ياتي الى القاهره ويعقد اجتماعا فيما يسمى بالحوار الاستراتيجي الموجود ما بين الدولتين من 1980. نوقش في خلال هذا الاجتماع كثير جدا من الملفات والقضايا، ثم بعد ذهاب بلينكن يذهب السفير الدكتور بدر عبد العاطي الى واشنطن لاستكمال هذا الملف وللتباحث فيما هو مرتبط بالقضايا العميقة ما بين مصر وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودراسة الأمر فيما هو مرتبط بهذه القضايا، إذا كان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآليات إيقافه، أو التوتر القابل للانفجار على الساحة اللبنانية بشكل أو بآخر بعد الفاجعة التي ارتكبتها إسرائيل في الضاحية الجنوبية وداخل لبنان بتفجير يعني البيجر وبعض أجهزة الإرسال يوم الثلاث ويوم الأربع، أودت بحياة في حدود 40 واحد وإصابة ما يضارع 3600 واحد مواطن لبناني في الداخل اللبناني، وبقية الملفات اللي إلى حد كبير جدا تحتاج إرادة أمريكية صريحة واضحة تقول لنا هتقدر تحل ولا لا، وليه الولايات المتحدة الأمريكية ما بتحلش، وليه الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي على إسرائيل لإيقاف هذه المجازر التي ترتكبها. أسئلة مهمة وأسئلة مشروعة الحقيقة اللي حضرتك طرحتها دلوقتي، لكن زي ما قال كان معايا دكتور أيمن الرجب من دقايق على المداخلة، قال لك أن السياسة واحدة، يعني سواء قعد بايدن أو مشي بايدن، جه فلان جه علان، هي السياسة واحدة ويحكمها الصهيونية العالمية أو اللوب الصهيوني.
شوف طبعا كلمة الدكتور أيمن أنا يعني أسايرها بنسبة 100%، لكن الشيء الوحيد الذي يستطيع تغييرها هي توافر إرادة عربية إسلامية حقيقية ضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية، تدرك من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية بأنه مصالحها مع 57 دولة على مستوى العالم العربي والإسلامي مهددة إذ لم تتغير السياسة الأمريكية فيما هو مرتبط بهذه القضايا. مش ممكن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وقفة بلا حدود خلف إسرائيل بمدد عسكري وتأييد سياسي وغطاء سياسي في المنظمات الدولية، وفي ذات التوقيت تطلب رضاء العالم العربي والإسلامي وتتعامل معها ببساطة شديدة جدا دون إدراك بأن واقع القضية الفلسطينية واقع مؤلم ويغضب الشعوب العربية، وأن القدس والمسجد الأقصى ده هم عربي إسلامي. بالضبط بالضبط. أشكرك جدا دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، الطريقة التيجانية بتتبرأ من صلاح الدين التيجاني وبتكشف تاريخه وأخطائه. الأيام الأخيرة شفنا جدل واسع حوالين الشيخ صلاح الدين التيجاني، وهو بيقول أنه منتمي للطريقة التيجانية أو ما زال منتمي، لكن مش عارفين إيه الحكاية أو إيه الحقيقة. لكن هذا الجدل أثير بعد اتهام فتاة له، وبتدعى هذه الفتاة خديجة، اتهمته بالتحرش الجنسي. هذه الواقعة الحقيقة أثارت ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زالت الحقيقة طرح نفسها وفرض نفسها. لكن الطريقة التيجانية زي ما احنا شايفين على هو بالمستندات أصدرت الطريقة التيجانية بيان رسمي أكدت فيه أن صلاح الدين محمود أبو طالب الشهير بصلاح الدين التيجاني يعني زعم لنفسه مكانة رفيعة في الطريقة التيجانية، وده أثار حفيظة الطريقة، وشددت الطريقة التيجانية على أن هذا الرجل يروج لنفسه أنه شيخ للطريقة رغم أنه لا يحمل أي صفة رسمية أو دينية في هذا السياق. البيان كمان قال إن المدعو صلاح الدين أبو طالب يغرر بالشباب المسلم غير المتعلم في منطقة إمبابة، وبيدعي زورا تمثيله للطريقة التيجانية وإنه بيحاول يستغل اسمها. الطريقة بتأكد على تبرؤها يعني منه تماما، خصوصا في ظل الشبهات اللي أحاطت بيه والشائعات اللي تداولت حوالين سلوكه. البيان كمان قال إن هي زي ما قلت بيعلنوا براءتهم من كل قول أو فعل يناقض تعليم أهل السنة والجماعة وسلف الأمة الصالح، وقالوا إن هم ملتزمين بالقواعد الشرعية ومش هيسمحوا لأي فرد إنه يخالفها أو يخالف ما اتفق عليه يعني علميا أو مع العلماء مهما كانت مكانته أو شهرته. من جانب آخر انهالت الحقيقة البلاغات، أحد المحامين كان تقدم ببلاغ وتلا بلاغ للمجلس القومي للمرأة للنائب العام احد ضد هذا الشيخ، وبسبب يعني ان المكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة رصد منشور هذه الفتاة خديجة على التواصل الاجتماعي وهي بتحكي قصتها وتعرضها لانتهاكات من هذا الشيخ المشكوك حقه. والمفاجأة بقى ان تم رصد ثلاث فتيات اتقدموا بشكاوى مماثلة ضد نفس الشخص، وبالمناسبة تم إلقاء القبض عليه أمس، وزارة الداخلية ألقت القبض عليه أمس. خلوني أعرف تفاصيل أكتر عن الحكاية مع الزميل أحمد أنديل المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، وكل الشكر لحضرتك والسادة المشاهدين طبعا، وبشكرك على دورك طبعا للتوضيح ودورك التنوير المهم في الإعلام. أشكرك أشكرك يا أستاذ أحمد. يعني الحقيقة الموضوع أثير من هذا الرجل، وهو مشهور جدا يعني ده بيجيله فنانين وبيجيله ناس مشاهير كتيرة جدا، ولما سمعنا أن إحدى الفتيات بتقول أنه هو حاول يتحرش بها جنسيا أنا ما صدقتش في الأول الحقيقة، لكن بعد كده لا صدقته ثلاث أرباع، لأن مش البنت بس، ده ثلاث فتيات أخريات تقدموا بشكاوى ضده. تمام يا فندم، خليني نتكلم على أربع نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى طبعا هنوضح، النقطة الثانية هنقول دور المشيخة، النقطة الثالثة هنقول إن مصر تشهد عصرها الذهبي في الدعوة، النقطة الرابعة هنقول ما هو التصوف.
هنبدأ في الأول يا فندم. طبعا زي ما حضرتك أشرت إن الواقع حاليا فيها تحقيقات النيابة والقانون والقضاء سوف تأخذ مجراه، وإحنا بنحترم طبعا القانون والقضاء طبعا وما سوف يصدر عنه. إذن فالقضية الآن في سرايا النيابة. لتوضيح المشاكل العامة للطرق الوصفية، طبعا هي لديها أكثر من 75 طريقة. طبعا بخصوص الجزئية دي، طبعا المشيخة أعلنت إن شيخ الطريقة التيجانية المعتمد رسميا من المشيخة العامة للطرق الصوفية والممثل للتيجانية هو الشيخ محمد الحافظ التيجاني. يعني إذا مش الشيخ صلاح، لا يا فندم، لا ولا مشيخة طرف خالص هو بيدعي، يعني هو بيدعي ان هو شيخ الطريقة. لا يا فندم، هو طبعا بيقول ان هو شيخ الطريقة التيجانية، ولكن هذا الكلام غير صحيح. الشيخ الطريقة التيجانية هو الشيخ محمد الحافظ التيجاني، تمام؟ ده بخصوص طب نقطة. بما انه مش معتمد يا استاذ احمد، ليه انتوا المجلس الاعلى للطرق الصوفيه لم يتقدم ببلاغ ضده بانتحال صفه؟ لا يا فندم، هو طبعا سبق وهو كان يتبع من الطريقة التيجانية مش كشيخ، وسبق وتقدم بطلب للمشيخة في عام 2017 ايوه. للخروج بطريقة أخرى، لكن المجلس لا، الأعلى هو كان عايز يعمل طريقة جديدة بنفس الاسم. المجلس الأعلى طبعا ده الدور اللي أنا بقول عليه لسيادتك دلوقتي، رفض الفكرة دي طبعا احتراما لعدم انشقاق الطرق الصوفية وخاصة الطريقة التيجانية. إذا ايوه. المجلس كان ليه دور، يعني المجلس كان ليه دور، تمام؟ في 2017 2017 خلينا بقى يعني ايه نقفل الجزئيه ديت. اذا هو يعني ليس شيخ طريقه تجاريه، هناك شيخ معتمد رسميا، المشيخه ليست طرف. الموضوع حاليا في تحقيقات النيابه، وننتظر ما تصفر عنه تحقيقات النيابه، وكلنا طبعا سمعا وطاعا للقانون. دي طبعا حاجه. كلنا نمتثل الى نتائج تحقيقات النيابه طبعا، لانها هي الحقيقه صاحبه القول الفصل، ولكن نحن نتحدث عن شخصيه تتحدث عن نفسها انها شخصيه صوفيه كبيره. بص يا فندم، الا يضر ذلك بالطرق الصوفيه بشكل عام؟ يا فندم طبعا طبعا حضرتك عارف ان التصوف ده منهج روحي. التصوف في الفتره الاخيره وخاصه المشايخ العامه للطرق الصوفيه طبعا برئاسه شيخ المشايخ الدكتور عبد الهادي القصبي، كان ليها دور تنويري بمشاركه من علماء الدين وشيوخ التصوف الاسلامي. صحيح. عندنا طبعا فضيله الشيخ دكتور علي جمعه، دكتور محمد ابو هاشم، دكتور احمد عمر هاشم، عندنا دعاه وعلماء ازهر بيتم تنظيم مجالس علميه دينيه وندوات بصفه مستمره اسبوعيه داخل المشيخه العامه للطرق الصوفيه، ايوه تمام؟ ايوه الهدف منها التاكيد على الدور العلمي للطرق الصوفيه صحيح. وحث الطرق على مزاوله نشاطها الصوفي والمعتمد، تمام؟ الطرق الصوفيه يا فندم دي مدارس دينيه في التزكيه والتربيه، صحيح متفرعه من بعضها بواسطة السند المتصل وجميعها مبنية على كتاب الله وسنة الرسول عليه أفضل صحيح الصلاة والسلام. صحيح. إذا يا فندم لها دور تنويري بتقوم به. ده معروف يا استاذ احمد. استاذ احمد، دور الطرق الصوفيه، انا يعني صوفي، انا كمحمد موسى صوفي، واحدثك واعلم جيدا، صوفي ابا عن جدي، يعني اعلم جيدا ما هو دور الطرق الصوفيه، ولكن انا اتحدث عن موضوع بعينه، وهذا الرجل يسيء لنا، او عفوا يسيء للطرق هو الصوفيه. ده الدور يا فندم، ان احنا بنحاول ان احنا ننقي الشوائب التي تؤثر بطريقه سلبيه على الطرق الصوفيه. أي. احنا بنحاول ان احنا نعمل تنقيه لما هو سلبي ليضر به الطرق الصوفيه. وده دور المشايخ بتقوم به في الفترات الاخيره. حابب استغل الفرصه واتكلم مع سيادتك لنقطه. احنا اتكلمنا على توضيح القضية ودور المشيخة بتعمل ايه. في نقطتين، اخر نقطتين استاذ فعجالة يا فندم النبي، عشان الوقت اتفضل. ان حاليا ان عصر الدعوة مصر بتعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا كان هناك احتفالية مؤخرا في المشيخة العامة للطرق الصوفية، شهدت حضور معالي وزير الاوقاف، معالي مفتي دار الافتاء طبعا، ومفتي الحالي والفتوى السابق، للتأكيد على أن مصر بتعيش عصرها الذهبي في الدعوة، والتأكيد أننا لازم نكون نقف صف واحد خلف قيادتنا السياسية الحكيمة طبعا وهو لمواجهة ده المطلوب الحقيقة. ومواجهة التشكيك وحملات التشويه والإساءة سواء كان للدين أو للوطن اللي بيروجها الأعداء وضعاف النفوس. صحيح.
صحيح، ده مطلوب جدا جدا يعني، تنمية الانتماء لهذا البلد اللي ملناش غيره يعني. طبعا يا فندم، التصوف زي ما حضرتك عارف كان على رأس مال المسلمين الأوائل من التجار في علاقاتهم الاقتصادية. التصوف مفتاح نجاح الساسة في علاقاتهم الدبلوماسية. التصوف كان سلاح النصر للقادة في ميادين المعارك. التصوف كان أداة لنشر الخير والسلام والسلم في العالم. أشكرك جدا الأستاذ أحمد أنديل المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أشكرك. دعاوى قضائية للشاب، الرياضيين بيطالبوا باستبعاد مزدوجي الجنسية من انتخابات الاتحادات الرياضية المقبلة. ده مش كلامي، ده كلام عدد من الرياضيين اللي أعلنوا بشكل صريح ضرورة استبعاد مزدوجي الجنسية والهاربين من أداء الخدمة العسكرية من انتخابات الاتحادات الرياضية المقبلة. واللجنة الأولمبية المصرية كانت حددت يوم 30 ديسمبر المقبل إن هو يكون آخر موعد لإجراء الانتخابات في جميع الاتحادات الرياضية المختلفة، وده بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اللي انتهت فعالياتها مؤخرا. خلوني أستقبل الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ جمال الزهيري. مساء الخير يا أستاذ جمال. مساء الخير، ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا بيك يا حبيبي، نورت. أهلا بيك، الله يخليك. أهلا بيك. طبعا الكلام مهم النهاردة، بنتكلم عن دعوة قضائية تطالب بشطب من لم يؤدوا الخدمة العسكرية ومزدوجي الجنسية. تأثير ده ايه على الانتخابات القادمة؟ لا هو طبعا في جميع الاتحادات موضوع الخدمة العسكرية ده المفروض انه اساسي. أي. يعني ما ينفعش حد متهرب من اداء الخدمة العسكرية ويخش الانتخابات او يمارس حياته العامة بشكل طبيعي. يجب ان هو يسوي موقفه التجنيدي. دي مسألة لا خلاف عليها. ومزدوج الجنسية، وأيضا مزدوج الجنسية يعني لسنا في حاجة إلى هذا الأمر أساسا. وهو على فكرة بقى شيء طبيعي جدا أن شروط الترشح وفي الانتخابات يعاد النظر فيها كل فترة. أيوة. يعني يمكن أنا معرفش مين اللي رفع الدعاوى القضائية، إنما في بعض الرياضيين قالوا كده إن هم يرفعوا دعاوى قضائية. عدد كبير جدا بيهدد برفع قضايا لشطب الناس دي. لأن الناس دي مزدوجين جنسية ومنهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية، ودول عددهم كبير زي ما بيقولوا. لا، إذا كان هناك عدد كبير لا طبعا يجب إعادة تقييم الموقف ووضع هذا الأمر من ضمن الشروط. أي. شروط الترشح. ايوه، اذا انت تطالب بذلك. طبعا طبعا، اصل في حاجات وامور لابد ان تكون متوفره، لان احنا ممكن بعد الانتخابات ما تخلص نتفاجأ بالبعض رافع قضايا في القضاء الاداري وبتحكم ليه بعدم صحه عضويه فلان او علان. أكيد. وبالتالي أكيد. المجلس نفسه، العملية الانتخابية نفسها قد يعني يشوبها شائبة. وقبل كده من حيث المبدأ ما ينفعش واحد يبقى متهرب من الخدمة العسكرية اللي هي كلنا بنعتبرها، ويجي يمثلني في نادي أو يمثلني في طبعا. لابد يعني من التأكد من توافر جميع شروط الترشح على أي واحد زي شرط. يعني انت بتطالب باعلان شروط الترشح للجميع مسبقا طبعاً، علشان ما نتفاجئش او يتخلل بعض مزدوجي الجنسيه او المتهربين من التجنيد، زي شرط حسن السير والسلوك والسمعه. هل يمكن ان انت تسمح لواحد يترشح في الانتخابات وهو ما عندوش هذا الشرط؟ لازم يكون الرد له اعتباره لو كان عنده مشكله. طبعا. بالظبط كده، لا اجراءات يعني، لا اجراءات. أشكرك الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ جمال الزهيري، نورتني. نوتيلا، كائن النوتيلا. حتى النوتيلا بقى لها كائن. القبض على كائن النوتيلا بسبب محتوى مخالف يعني بيحرض على الفسق والفجور. مين كائن النوتيلا؟ خليني أقول لكم، مسلسل القبض على التيك توكرز والراقصات والغانيات ومن يعني شبههم بتهمة نشر فيديوهات مخلة مستمر. هذا المسلسل ليه؟ لأن هم كل شوية ما عندهمش حياء، ما عندهمش احترام لهذا البلد
عفوا لهذا المجتمع، ما عندهمش حتى احترام لنفسهم. مهم، لكن القانون بيعلمهم الاحترام. الاجهزه الامنيه بمديريه امن الاسكندريه القت القبض على التيك توكر الشهيره سهيله اللي هي صاحبه حساب كائن النوتيلا، بعد ما بثت محتوى يعني تم وصفه بالمخالف على حساباتها الشخصيه. الامن افاد بان سهيله بثت عبر حساباتها الشخصيه محتوى وصفوه انه بيحرض ويبعث على الفسق والفجور. الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية ألقت القبض على سهيلة صاحبة حساب كائن النوتيلا بعد أن هي بثت هذا الفيديو، والتحريات الأمنية أوضحت أن التيك توكر سهيلة صاحبة هذا الحساب بثت هذا المحتوى، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، والنيابة العامة بالأسكندرية قررت حبس سهيلة كائن النوتيلا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بث محتوى يحرض على الفسق والفجور وخادش للحياء العام. أنا قلت لكم قبل كده أقسم بالله العظيم ما هفوت خبر من الأخبار دي لو هزيعه. البلد لازم تنضف من الناس دي. الناس دي خربوا مجتمعنا، الناس دي الحقيقة بدل ما يضيفوا ويستخدموا السوشيال ميديا استخدام مفيد، استخدام مفيد ليهم وللناس، لا استخدموها في منتهى السوء. طلعوا أسوأ ما فيها وصدروا لينا، كل ده عشان الدولارات، كل ده عشان يعملوا مشاهدات. للأسف يتاجروا بجسمهم ماشي، يتاجروا بسمعتهم ماشي. يكذبوا، واحد يقول لك اتخطفت ويطلع عامل فيلم، عريس يقول له اتخطفت ويطلع عامل فيلم وطليقته دخلت معايا هنا وطلع مهددها وعامل فيها مشاكل وما بدهاش نفقه ابنها وما بدهاش عفشها وما بدهاش مؤخرها ولا بدها اي حاجه. هم دول، هي دي النوعيات دي على فكره، العواطليه، دول العواطليه اللي انا دايما اقول عنهم العواطليه. كل عواطلي يقول لك انا ادمن فيسبوك، انا بلوجر، انا يوتيوبر، دي شغلانه من ليس لهم مهنه. والله مهنه من ليس لهم مهنه. خلاص كل واحد عاطل، ما احنا بنشوف دلوقتي مسجلين ولهم معلومات جنائيه، يطلع يقول لك انا بلوجر، يطلع يقول لك انا ادمن، انا اكبر لك صفحتك، انا اجيب لك مشاهدات، يطلع يعمل فيديوهات مسفه زيه، متدنيه زيه، واحنا اللي في الاخر بندفع الفاتوره. طيب، سيده بتتهم نجل محمد رمضان الممثل محمد رمضان بالاعتداء على ابنها بالضرب. السيد اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخليه مدير رئيس قطاع امن اسكندريه الجيزه تلقى اخطار من السيد اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث مدير الاداره العامه لمباحث الجيزه مفاد هذا البلاغ ورد بلاغ المفتش مباحث اكتوبر العقيد احمد ابو بكر من السيده رولا عبد الله مديره بشركه اعلانات ومعاها ابنها عمر محمد عنده 11 سنة. الست رولا اتهمت في هذا البلاغ نجل محمد رمضان بالتعدي بالضرب على ابنها، واكدت في البلاغ كمان ان محمد رمضان كان واقف وبيشوف ابنها او بيشوف ابنه وهو بيضرب ابنها، ومع ذلك لم يرضعه عن هذا التصرف السيء، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والنيابة المختصة تولت التحقيق. الأستاذ أحمد الجندي محامي محمد رمضان أكد أن هناك محاولات للتصالح مع عائلة الطفل، مع السيدة رولا يعني، والتوصل لحل يرضي جميع الأطراف. ده اللي قاله الأستاذ أحمد الجندي كده، معلومات الخبر قصة. لكن الملفت أن السيدة رولا والدة الطفل المضروب قالت أن محمد رمضان كان واقف لما ابنه ضرب ابنها وما تدخلش، وهنا الحقيقة مربط الفرس. ابن محمد رمضان المفروض انه طفل زي اي طفل، ممكن يتخانق مع طفل تاني زيه ويضربوا بعض، لكن ابوه مش طفل، محمد رمضان مش طفل. ولكن للاسف لم يرتقي حتى لهذه الدرجه، وخاصه زي ما اتقال في محضر رسمي انه كان واقف. كان واقف زي والده الطفل ما بتقول في محضرها وابنه بيضرب ابنها، دي كارثة.
لان الرساله اللي هو بيوصلها لابنه بوقوفه ده وهو بيضرب طفل تاني رساله سلبيه يا استاذ محمد، رساله بتؤسس لشخص هيعيش يضرب في الناس ومحدش هيحاسبه، وهو ده اللي عمله الاخ محمد رمضان. وانا الحقيقه مش مستغرب من رئيس جمهوريه اديك في جيركن تركن، ها شخص اتعود حتى انه يقدم اعمال البلطجه وحمل السلاح في كل اعماله الفنيه، مطلوب يعمل ايه؟ يقول لابنه عيب يا ابني، ما يصحش يشده يمسح على راس الولد التاني؟ ما اعتقدش. هو وقف يتفرج زي ما الست بتقول. عايز اقول للست المحترمه دي، الست رولا والده الطفل، انت بألف راجل لانك ما فرطتيش في حق ابنك واصرتي تاخدي حقه بالقانون. كملي كملي، لعل وعسى لما يتاخد اجراء عقابي في واقعة زي دي يكون هذا الاجراء عبرة لكل ابناء المشاهير. محدش احسن من حد، ها، ومحدش ياخد في الجيرك. طيب، بنك كيو ان بي يتيح التقديم على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإلكترونية. بنك كيو ان بي بقيادة المصرفي الكبير الأستاذ محمد بدير الرئيس التنفيذي للبنك بيتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التقديم على تسهيلات ائتمانية بكل سهولة إلكترونيا وبدون أي مجهود. بنك كيو ان بي بيقدم برامج تمويلية الحقيقة متميزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية، وده تلبية الحقيقة لاحتياجاتهم المالية المختلفة. وتفاصيل بقى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنك كيو ان بي، باقه مثلا الشركات الصغيره المتوسطه ايا كان حجم اعمال حضرتك، كيو ان بي هيقدم لك مجموعه من باقات الشركات الصغيره المتوسطه اللي صمموها بعنايه عشان يلبوا احتياجاتك المهنيه المختلفه. هذه الباقات بتشمل مجموعه كمان متنوعه من المنتجات والخدمات البنكيه اللي هي هتساعد على اداره الاعمال اليوميه لحضرتك بسلاسه. بيقدموا في كيو ان بي حلول تمويليه متوسطه وطويله الاجل وباسعار منافسه الحقيقه عشان يلبوا احتياجات التمويل المختلفه، من تمويل بقى خطوط انتاج، شراء الات، شراء معدات، شراء سيارات نقل، مكاتب اداريه، مستودعات. يعني تروح كيو ان بي هتلاقي لمشروعك التمويل المناسب ليه. اشوفكم بعد الفاصل ومعانا موضوع في منتهى الاهميه، هنتكلم عن القمار الإلكتروني، المراهنات على التطبيقات الإلكترونية، وهيكون ضيفي الحقيقة في هذه الفقرة صديقي الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر وأستاذ علوم الحاسبات بجامعة الفيوم، وأيضا الأستاذ محمود الروبي هو أحد المحامين اللي هو تقدم ببلاغ لمواجهة هذه التطبيقات، وكان كمان بيجري قدام مجلس النواب عشان يوقف هذه التطبيقات، وبالفعل تم ايقاف بعضها. هيكون كمان معايا الخبير التكنولوجي وخبير الامن المعلومات الدكتور مهندس اسلام ثروت. تابعوني بعد الفاصل هنتكلم في الموضوع لانه مهم جدا، وكلنا وخاصه الشباب وابنائنا محتاجين نشوف خطوره هذا الموضوع بعد الفاصل.